التقرير رح نتابعه مع بعض من مصر الحبيبة، ثم نعود لنكمل الحديث عن مأدبة الحبيبة. شامخة لا تنحني، كبرا صبور قادرة، كم هزمت ممالكا وكم طوت جبابرة، في كل شبر فوقها ذكرى تطل سافرة، تحكي لنا تاريخ مجد أو تقص نادرة. في عام 2022 تتزين القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية. ولدت القاهرة الإسلامية على يد عمرو بن العاص إبان الفتح الإسلامي لمصر، ونثر ابن العاص بذور المعمار الإسلامي بإنشاء مدينة الفسطاط التي أصبحت مهداً لتراث مصر الإسلامي عبر التاريخ. ومع دخول الفاطميين لمصر بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية والتي حملت اسم القاهرة، ورسخت شهرتها في العالم باسم المحروسة مدينة الألف مئذنة، نسبة إلى مساجدها التي تجاوزت الألف. رسمت القاهرة وجهها الإسلامي بعمارتها المميزة، فنقشت تاريخاً وحياةً فوق جدران المساجد. وحفرت فوق أسوارها التاريخية مثل سور مجرى العيون حضارة مئات العقود، ونقشت فوق أبوابها العتيقة مثل باب النصر وباب زويلة سجلات نصر القاهرة على أعدائها. في شوارعها وحواريها وأزقتها لا تزال ثقافة وحضارة المسلمين حية خالدة، تتنفسها في جولة بالغورية والحسين وخان الخليلي. تتوضأ بسيرتها في ساحات مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر والسلطان حسن، هنا القاهرة التي ولدت قبل التاريخ، فكتبت ملحمة للتعايش الحضاري بين الثقافات والأديان، لتعزز قيم التسامح والإنسانية. فمن خير من القاهرة لنحتفل بها ومعها عاصمة للثقافة الإسلامية.